ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة ورزازات ليلة أمس الثلاثاء امرأة خمسينية يشتبه في كونها تمارس أعمال الشعوذة والسحر بعدما تم تطويق منزل تستعمله في ممارسة الطقوس المشبوهة. وتحركت المصالح الأمنية بناء على معلومات وشكاية توصلت بها من جيران الموقوفة يؤكدون من خلالها نشاطها المشبوه بعدما لفتت الانتباه إليها بالإقبال الملحوظ والمتزايد على بيتها طيلة أيام الأسبوع. وأشارت مصادر محلية أنه بعد اعتقال المتهمة جرى تفتيش منزلها ما مكن من ضبط مجموعة من الأغراض المستعملة في الدجل والشعوذة من بينها أدوات ومواد مختلفة وصور. هذا وقد وضعت المصالح الأمنية المختصة المعنية بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في المنسوب إليها قبل عرضها على القضاء. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.